بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد خلاص بنستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لإياب لقاء سان جورج والأهلي في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا. يمكن الفريق عاد بالأمس أدى تدريب رئيسي بالنسبة لمجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الذهاب، واليوم منح مارسيل كولر كل الفريق أجازة وراحة سلبية على أن يبدأ من الغد الاستعداد للقاء العودة. هنتكلم النهاردة على الاستعدادات لمباراة العودة، هنتكلم على التشكيل المتوقع في ظل أن العديد من المواقع وصفحات السوشيال ميديا بتتكلم على الدفع بعدد من اللاعبين ما كانش ليهم الحظ أن هم يشاركوا في الفترات السابقة. هي المباراة مش عايزين نقول تحصيل حاصل، الأهلي كسب خارج أرضه 3-0، ولكن المفاجآت في الكورة واردة، فبالتأكيد الجهاز الفني عامل حسابه على هذه الجزئية بنسبة كبيرة جدا. كمان النهاردة هنتكلم على يعني السيمفونية الرائعة اللي بيعملها جمهور الأهلي حاليا على موقع فيفا بخصوص حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية. عندي تفاصيل مهمة جدا النهاردة على موضوع حجز التذاكر. النهاردة عدد بيقترب من أكتر من حوالي ربع مليون مشجع على الويتنج ليست بخصوص تذاكر كأس العالم للأندية، وتحديدا مباراة الأهلي اللي هو الماتش نمبر 2 في يوم الجمعة 15 ديسمبر 15/12 مع الفائز ما بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي. هنتكلم على الكواليس، هنتكلم على التفاصيل، هنتكلم على موضوع حجز التذاكر، وكمان النهاردة هتكلم على مفاجآت متعلقة بملف التحكيم واللي بيحصل في السوشيال ميديا ومن خلال بعض البرامج بالأمس تجاه الحكام واتجاه لجنة الحكام، والخطأ الكارثي الذي تحدث بالأمس في تطبيق بروتوكول الأيفاب الخاص بعرض المحادثات دون استئذان أو دون وجود خطاب رسمي بعرض هذه المحادثات. هنتكلم النهاردة في تفاصيل مهمة جدا، لأن النهاردة هنفي حاجات كتيرة جدا بتتقال في السوشيال ميديا في ملف التحكيم، خاصة إن احنا لسه في الأسبوع الثاني للدوري العام. حلقة فيها كواليس كتيرة، حلقة دسمة، ولكن بسرعة نبدأ حلقتنا كما هو المعتاد بسؤال حلقة اليوم. وسؤال النهاردة بمناسبة طرح تذاكر المونديال: ما المركز الذي تنتظره وتتمناه من الأهلي في كأس العالم للأندية نسخة 2023؟ هستعرض بالتأكيد كل إجابات حضراتكم في الجزء الأخير من برنامج الترند عبر صفحات القناة على السوشيال ميديا، ولكن خلونا نبدأ بسرعة أهم العناوين. في ترند الأهلي: الفريق راح اليوم ويستأنف تدريباته غدا. وكمان فيفا يطرح تذاكر مونديال الأندية. وفي الترند المحلي: صلاح ينضم للمنتخب في الإمارات 10 أكتوبر. استعراض مباريات اليوم والنهاردة في استئناف لمباريات الجولة الثانية. وفي هذه الأثناء المفروض مع انطلاق الشوط الثاني ما بين بلدية المحلة وسموحة على ملعب غزل المحلة، بلدية المحلة النهاردة بيستضيف سموحة، وما زال التقدم لسموحة هدف مقابل لا شيء. الساعة 7 فيوتشر هيستضيف الداخلية. نروح بقى لمباريات الدوريات الأوروبية، والنهاردة الدوري الأسباني في مباراتين: الساعة 8 إشبيلية بيستضيف الماريا، والساعة 10:30 ريال مايوركا بيستضيف برشلونة. نروح للدوري الإيطالي، والساعة 10:15 يوفنتوس بيستضيف ليتشي. وفي الدوري الفرنسي وفي ختام استعراض مباريات اليوم، في الساعة 10 من مساء اليوم ليل بيستضيف ريمس. دي جولة من مباريات اليوم سواء في الإيطالي الأسباني الفرنسي، واستئناف مباريات الجولة الثانية بالنسبة للدوري المصري. فاصل ثم نواصل. أهلا بحضراتكم من جديد. بالتأكيد عندنا مباراة يوم الجمعة الجاية إن شاء الله هتكون الساعة 7 بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي. هو لقاء الإياب، ده مباراة النادي الأهلي كسب خارج أرضه ملعب سان جورج الأقيم في استاد القاهرة ب3 أهداف مقابل لا شيء. فبالتالي مش هنقول مباراة تحصيل حاصل زي ما قلت في بداية الحلقة، ولكن مباراة ممكن نستفيد بالدفع بعناصر أخرى، عشان بعدها ب3-4 أيام عندك لقاء مع إنبي في نصف نهائي كأس مصر، فبالتالي هتبقى مباراة مهمة جدا لأنها مباراة ببطولة نصف نهائي الكاس، لازم يكون في فريق كسبان عشان يتأهل للمباراة النهائية. حتى النهارده وانا بتصفح كده وبشوف المواقع والجرايد والسوشيال ميديا، كل بيتكلم مثلا ممكن، وهي كلها توقعات واجتهادات على فكره، لان لغايه اللحظه دي او انتوا دايما عارفين محدش بيقدر يتوقع كولر بيفكر ازاي. كولر من الامور الايجابيه كمان في شغله انه بيشتغل
ومحدش بيقدر يعني يخترق كواليس اوضه اللبس ويعرف الراجل بيحضر ازاي للمباريات. هل ممكن يلعب بكريم الدبيس مكان معلول؟ هل ممكن يدفع بمصطفى شوبير مكان محمد الشناوي؟ هل ممكن يدفع مثلا بطاهر محمد طاهر من بدايه اللقاء ويدي راحه لحسين الشحات؟ هل ممكن نشوف احمد نبيل كوكا على حساب امام عاشور؟ هل قفشه ممكن يبدا؟ هل ديانج ممكن الراجل يديله راحه من مباراه يوم الجمعه؟ كل دي على فكره اجتهادات والناس بتحاول تشوف الافضل ممكن يحصل ايه للاهلي، ولكن في النهايه في مدير فني عنده كل الارقام المتعلقه بمعدلات اللياقه البدنيه، بمدى جاهزيه كل لاعب، بالحاله الفنيه والطبيه والبدنيه لكل لاعب. فهننتظر ونشوف يوم الجمعه كولر هيفكر ازاي في مساله التدوير والروتيشن عشان الماتشات اللي جايه. انت هتلعب مع انبي يوم 4 اكتوبر، بعدها ب 72 ساعه رايح اسكندريه تلعب مع الاسماعيلي في برج العرب، بعد كده هيكون في راحه عشان تستعد لدوري السوبر ليج، ماتش سيمبا التنزاني يوم 20/10، لان كمان في اجنده هتتلعب في الفتره من 9 الى 17 اكتوبر. فده الترتيبات اللي هتتم خلال الفتره اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي، وبالتالي هنشوف الفتره الجايه كولر هيبدا يتعامل مع التدوير والروتيشن ازاي في الفتره اللي جايه. كمان ماتش الجمعة أنا قلت خلاص طاقم تحكيم من مالي بوبو تراوري. يمكن جات لي تعليقات كثيرة جدا على موضوع تعيين بوبو تراوري، ويمكن كنت بتكلم النهاردة مع الكابتن ناصر عباس على موضوع تعيين طاقم تحكيم من مالي. يمكن قال لي الراجل عنده 43 سنة، وفكرة إن حكم كبير في السن وقدامه سنة أو سنتين ممكن ما يكونش في القائمة الدولية، يعني على حسب الاتحاد المالي ما يحدد هل يكمل ولا ما يكملش، بس الراجل ده تحديدا كان بقاله فترة موقوف وكان بقاله فترة مستبعد، وكان اخر مباراه ليه اعتقد كانت في الجزائر حصل فيها مشاكل وابتعد فتره عن التحكيم. عموما هو هيكون حكم لقاء العوده، مش هيبقى ليه دور ولا هيبقى ليه تاثير، نتمنى باذن الله. كده كده المباراه يعني نتيجتها محسومه من الدور الاول او اللقاء الذهاب وانتهى 3-0، وبالتالي يعني صعب جدا فكره سان جورج الاثيوبي يفوز على الاهلي في لقاء العوده 4-0، فالامور بالتاكيد هتبقى محسومه وصعبه جدا على بطل اثيوبيا. ولكن لجنة حكام الكاف شايفة أن ممكن عشان تدخل بوبي تراوري في فعاليات المباريات والأحداث القارية مدياله مباراة سهلة زي مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي، وده بالمقارنة لو شفنا تعيينات حكام لقاء الذهاب مختلفة تماما. حكم من تشاد ملوش لسه أي تاريخ في التحكيم الإفريقي، لسه جديد دخل على التحكيم بشكل يعني جديد جدا في التعيينات الخاصة بلجنة الحكام، وبالتالي برضو كان عنده مجموعة من الأخطاء هو أو حتى الحكام المساعدين، ولكن حكام الصفوة، حكام النخبة، حكام البروفيشنال هنبدأ نشوفهم بقى من الأدوار الجاية من دور المجموعات بإذن الله. طيب دي جزئية متعلقة بمشوار الفريق في أفريقيا. طيب لو هرجع وأتكلم على كأس العالم للأندية، وقلت في بداية الحلقة النهاردة في سيمفونية في مسألة طرح التذاكر، وبقالنا فترة بنتكلم يا جماعة اعملوا حسابكم يوم 26/9 هيكون ميعاد طرح تذاكر كأس العالم للأندية، وأسعار التذاكر الحمد لله انفردنا بالاسعار من خلال مصادرنا اللي بنثق جدا جدا في كل كلامهم معانا، وقالوا لنا الاسعار وقلنا لجماهيرنا الاسعار التذاكر 40 ريال 75 ريال 100 ريال للدرجه الاولى. وبالتالي النهارده كان فتح باب التذاكر وحجز التذاكر حوالي الساعه 1 الظهر بتوقيت مكه نفس توقيت القاهره. قبل ما اتكلم على التفاصيل تعالوا نشوف برومو الفيفا النهاردة نشره على الويب سايت بخصوص الإعلان عن ميعاد طرح تذاكر كأس العالم للأندية. كله كان قاعد بقى ومستني، اللي فتح اللابتوب واللي ماسك الموبايل واللي فتح الكمبيوتر وكله مستني يحجز التذاكر. استاد الجوهرة المشعة في جدة بيسعى لحوالي 62 ألف مشجع. أنا سألت تحديدا على الرقم الرسمي المحدد في الساعة الرسمية للمباريات على استاد الجوهرة المشعة. زي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشة هناك إقبال كبير على التذاكر المطلوبة، لقد أصبحت الآن في قائمة الانتظار، يعني أي حد داخل دلوقتي يقول له أنت دلوقتي في قائمة الانتظار. بصوا عدد الأشخاص اللي في قائمة الانتظار، أنا قبل الحلقة كان العدد بالنسبة لي 200-300 ألف، انا شايف قدامي دلوقتي وده رقم اعتقد ابديت دلوقتي لسه طالع من على الويب سايت بتاع الفيفا، بنتكلم في 1,245,000 الف مشجع، 1,245,000 مشجع. على فكره ده من كل انحاء العالم، يعني ممكن مصريين في مصر او خارج مصر او الكلام ده كله. طيب دول الاشخاص اللي موجودين على الويتنج ليست حاليا عشان يحجزوا التذاكر. طب امامك في قائمه الانتظار قد ايه؟ يعني اللي موجودين 1,245,000،
أمامك في قائمة الانتظار 1,244,818، وبعد كده في إرشادات بيقول لك يرجى انتظار دورك في القائمة الافتراضية وسيتم تحويلك إلى الموقع لشراء التذاكر قريبا. يمكنك كمان إغلاق هذه النافذة دون فقدان دورك في قائمة الانتظار. يعني أنت لو دورك في المليون خليك فاتح لغاية لما ربنا يكرمك بحجز التذاكر. وبصراحة يعني الأرقام دي والإحصائيات دي خليكم فاكرينها لأنها هتبقى موجودة معانا في التاريخ. والفيفا على فكرة أنا واثق 100% الفيفا الأرقام دي مش هيعديها، لأن الفيفا لما كان بينظم أكبر حدث كروي في العالم هو إيه؟ كأس العالم. الأرقام دي ما تسجلتش قبل كده في كأس العالم، الأرقام دي ما ظهرتش قبل كده في البلاتفورم الخاص بالتيكت التذاكر كأس العالم بالنسبة ديت. أنت بتتكلم في ملعب بيسع ل 62,000 ما بين ناديين الأهلي والفاز ما بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي. دلوقتي احنا بنتكلم في 1.25 مليون مشجع حول العالم، ممكن نصهم يكون من مصر، ممكن يكونوا في السعودية، مصريين مقيمين في السعودية. بس الأرقام دي مش هتحصل إلا لو الأمر مرتبط بحاجتين، ماتش للنادي الأهلي وماتش جمهور النادي الأهلي عايز يحضره. الأمور واضحة جدا. تذاكر بدأت في طرحها وفتح التذاكر حوالي الساعة 1، ومن الساعة 1 دلوقتي الساعة 5:10 عدى 4 ساعات والأرقام بتتضاعف. بدأت ب 100 200 و 350 350,000 دي على فكرة كانت من نص ساعة أو ساعة إلا ربع، دلوقتي 1,245,000. تفضل الناس موجودة، محدش يزهق، ودورك كده كده محفوظ في حجز التذاكر. في ناس على فكرة ممكن تتكنسل لو ما كملتش الإجراءات، ما دفعتش عن طريق الفيزا قيمة التذكرة، فالأرقام دي ممكن تنزل بنسبة كبيرة لغاية لما يجي دورك، فمحدش يزهق. وأنا عاجبني فكرة إن الناس كلها متفاعلة مع تذاكر مباراة الأهلي بشكل كبير جدا على الفيسبوك وعلى تويتر. أنا شايف امبارح تغريدات كتيرة جدا، الجماهير بتتكلم على حجز التذاكر وإزاي نقدر نحجز التذاكر، والفيديو اتعمل للإرشادات وتحجز التذكرة إزاي وتشتريها إزاي. كل ده بصراحة يعني امبارح كان ترند على السوشيال ميديا عشان جمهور الأهلي يشتغل ويحجز التذاكر. وأنا واثق جدا إن نص ساعة الاستاد أو أكتر ممكن تكون من جمهور النادي الأهلي. على فكرة الناس بتحجز التذاكر وهي مش عارفة، يعني الأشقاء في السعودية أو مشجعي العميد اتحاد جدة ما مش عارفين هل هيكسبوا ولا مش هيكسبوا، بس هم خايفين يصيبوا، يعني يسيبوا دورهم في الماتش نمبر 2 ماتش الأهلي ويتأهلوا وما لقوش تذاكر ليهم. يعني هم خايفين يسيبوا دورهم يعني في حجز التذاكر، ولما يكسب أوكلاند سيتي ويجي يحجز في الدفعة الأخيرة بعد المباراة يوم 12/12 ما يلاقيش النسبة بتاعته أو ما يلاقيش حجز التذاكر. فعشان كده من دلوقتي تقدر تقول هي أشبه بال، مش عايز أقول يعني خناقة على موضوع التذاكر، ولكن كل واحد بيحشد عشان يقدر يحجز بأكبر عدد ممكن عشان يشجع فريقه. وبصراحة احنا بنرفع القبعة وبنشكر جمهور النادي الأهلي على الأرقام التاريخية اللي الفيفا نفسه هيفضل يتكلم عليها خلال الفترة اللي جاية. إدارة النادي الأهلي حاولت كثيرا إن هي تتكلم مع الاتحاد الدولي، بعتت إيميلات للفيفا عشان موضوع جمهور النادي الأهلي وإن الأهلي يقدر ياخد نص ساعة الاستاد عشان يطرحها للجمهور. ولكن طبعا كلنا عارفين نظام الفيفا في موضوع طرح التذاكر ما بيحددش نسب للفرق المشاركة. أنت هتشارك في المباراة ليك 30,000 مشجع أو 15,000 مشجع أو 10,000، لا هو كل نادي تبقى للايحة ليه نسبة معينة، أعتقد بتقترب من حوالي 3,000 تذكرة عشان تقدر تاخد التذاكر وتتسوقها لجماهيرك، أو يبقى في دعوات بالنسبة للأعضاء أو جماهير النادي ممكن عشان تطلع برحلات باكج تقدر تشتغل عليه وتسوقه عشان تحضر المباريات. فبالتالي الأهلي حاول والأهلي بيخاطب الفيفا منذ فترة في هذه المسألة، ولكن الفيفا دايما بيبقى عنده رولز معين إن في موضوع التذاكر ما بيحددش درجات أو ما بيحددش ساعة محددة لأي فريق بيشارك، ودايما ما بيشتغلش على فكرة إن الملعب بيتقسم، لا هو دايما عنده تارجت إن الملعب مفتوح للكل سواء لجماهير الفرق المشاركة أو حتى جماهير عامة. ممكن مشجع أسترالي مشجع أمريكي عايز يجي يحضر ديربي ما بين الأهلي واتحاد جدة يقدر يخش ويحجز. فالفيفا دايما بيتعامل مع حجز التذاكر بنظام مختلف تماما عن كل الاتحادات الوطنية أو الاتحادات القارية. فأنا بشكر، يعني هم طبعا مش محتاجين شكر أو زي ما بيقول كده لا شكر على واجب، ولكن جمهور النادي الأهلي بجد النهاردة يعني عمل رقم قياسي ورقم تاريخي الفيفا هتذكره خلال الفترة اللي جاية لما نتخطى المليون عشان حجز تذكرة في بطولة لكأس العالم للأندية. ده ما بيحصلش حتى مع المنتخبات وما حصلش حتى في بطولة قطر كأس العالم اللي اتنظمت في الدوحة في نهاية العام الماضي. طيب دي جزئية، نركز مع بعض بقى في الكلام اللي جاي عشان عندي ليكم مفاجآت. أولا
انا قلت ان الكلام النهارده بتاعي في ملف التحكيم كله هيبقى نفي، كله هيبقى نفي. وعايز اقول حاجه لكل الناس اللي بتتابعنا، سواء جمهور، نقاد، خبراء تحكيم، محللين، مسؤولين، احنا مش طالعين ندافع لا عن امين عمر ولا عن محمد عادل، ولا هنهاجم امين عمر ولا هنهاجم محمد عادل. ليه دايما مبدا كده في مساله تناول الملف التحكيمي تحديدا؟ ليه؟ لان اللي بيتقال من امبارح بعد مباراه الزمالك والمقاولين في حاجات البعض حاول يمس فيها النادي الاهلي، وانا ما اعرفش ايه فكره اللي انت لما تكون بتلعب مباراه الاهلي ليس طرف فيها تدخل الاهلي طرف حتى لو بشكل غير مباشر، بس انا هتناول ده برضو. ولكن انا داخل انفي ايه؟ لان انا تواصلت مع مسؤول بارز في لجنه الحكام، قال لي لا تم ايقاف امين عمر ولا تم احاله امين عمر للتحقيق، ولا لجنه الحكام اجتمعت اصلا لمناقشه ما حدث بالامس. لسه في اجتماع، لسه في اجتماع للجنه الحكام عقب ختام مباريات الاسبوع الثاني. يعني الاسبوع الثاني كده لما يخلص اللجنه هتجيب الحالات وتستدعي الحكام، تستدعي الحكام كلهم مش حكم واحد، وتقعد تشرح الحالات وتشوف الاخطاء فين ومعالجه الاخطاء فين. لا صدر قرار بايقاف ولا صدر قرار باحاله اي حكم للتحقيق. تاخدوا المفاجاه كمان، النهارده لجنه الحكام من خلال اتحاد الكوره ارسلت خطاب رسمي بتحتج بشده على ما حدث بالامس من اختراق بروتوكول تقنيه الفيديو، بروتوكول الفار، في مساله عرض الصوت المتعلق بحكم المباراه اثناء مناقشه لعبه جدليه مع غرفه تقنيه الفيديو. ايوه، لجنه الحكام اعترضت بشده وخطبت من خلال اتحاد الكره الجهات المعنيه بعدم تكرار الكارثه التي حدثت بالامس. ناس كتيرة كانت فاكرة وفرحانة ومبسوطة باللي اتعرض امبارح. اللي اتعرض امبارح ده لو وصل للايفاب هتبقى عندنا مشكلة. هتبقى عندنا مشكلة. أنا قبل ما أطلع أتكلم لازم أسأل. أنا مش هجتهد في معلومات زي دي، لازم أسأل ولازم أروح للمصدر ولازم أروح للمسؤول، لأن الكلام ده ما فيهوش هزار. فكرة لعبة ضربة جزاء مش ضربة جزاء ده عادي جدا بتحصل، والأهلي ياما اتظلم من أمين عمر. ودي جزئيه هاجي عليها اتكلم عليها بعد كده. الاهلي ياما اتظلم من امين عمر على فكره. لعمر الاهلي كان بيحاول يلجا لبعض الاساليب اللي احنا سمعناها امبارح وشفناها امبارح عشان يكون في ارهاب للتحكيم من بدري، ولا كان بيتكلم على انديه منافسه. الاهلي كان بيتكلم دايما على حاله جدليه تخص مباراته هو. كان دايما الاهلي سياقه كده وهو بيتكلم على اي حاجه متعلقه بالتحكيم، وكان دايما بيطالب بتطوير المنظومه، لان تطوير المنظومه هيبقى ايجابي جدا لكل الانديه مش للاهلي بس. ولكن امبارح وكان المباراه دي هي بطوله الدوري، حقك عايز تاخد حقك حقك، ولكن ما ينفعش يتقال معلومات غلط، وما ينفعش خبراء التحكيم مع احترامي الكامل للجميع يتفقوا يختلفوا على ضربات الجزاء. هم ادرى مني، انا مش خبير تحكيمي، هم ادرى مني، ولكن ما ينفعش كل خبراء التحكيم اللي طلعوا امبارح شغالين على فكره ذبح حكم المباراه دون التطرق للكارثه اللي حصلت من مخرج المباراه. انا مش قادر اتخيل خبراء التحكيم اللي هم فاهمين في بروتوكول الفار اكتر مننا، وعارفين الايفاب بينص على ايه، وعارفين ان عرض المحادثه ده عشان يتم لازم في اجراءات معينه، كل ده محدش يتكلم عليه، كله مسك اصل الكوره تلات ارباعها بره، اصل الكوره ربعها جوه. هو ده خطا في القانون طبعا، ده مش صح، واكيد حكم المباراه عارف الكلام ده، ولكن ده كمان ما يعيدش مباراه على فكره. يعني بعض من اجتهد امبارح وقال الكلام ده يعيد المباراه، لا الكلام ده ما يعيدش المباراه، ومفيش حاجه اسمها اعاده مباراه، المباراه خلصت وانتهت. هو في اكتر من لعبه مباراه الاهلي والبنك الاهلي يا جماعه؟ ايه، ما تنسوش دي اللعبه كانت من سنتين. الاخ محمد سلامه ميدو في غرفه تقنيه الفيديو نده لامين عمر قال له الكره دي مش جون، قال له ليه؟ قال له اصل استئناف اللعب، رغم ان بروتوكول الفار ما فيهوش حاجه اسمها انك تلغي هدف عشان استئناف اللعب، ومع ذلك اتلغى الهدف، ومع ذلك الاهلي خسر نقاط من هذه المباراه، والاهلي خسر دوري بسبب اخطاء زي دي، وكان امين عمر حكم المباراه. عشان بس الناس ما تاخدش فكره اصل الحكم بيشجع نادي منافس، وانا ما اعرفش مين المنافس، هم يقصدوا فيوتشر ولا بيراميدز. يعني الزمالك كان ثالث الدوري اعتقد، وكان فيوتشر الرابع، فاللي كان منافس للزمالك كان فيوتشر وبيراميدز، هم دول المنافسين ولا تقصدوا ايه؟ احب الكلام يبقى مباشر ومواجه، ما يبقاش الكلام فيه
لوعة كده في وسط السطور. ولكن الجزئية المتعلقة بإيقاف حكم، بتحويل حكم للتحقيق، ما حصلتش، ولجنة الحكام اتخذت موقف وطالبت إن ده ما يتكررش تاني، لأن ده خطأ كارثي حدث من مخرج المباراة. ولومي على خبراء التحكيم، لومي على خبراء التحكيم إن سابوا الكارثة اللي حصلت دي ومسكوا في بعض اللعبات، مع احترامي الكامل ممكن يكون فيها أخطاء تقديرية، بدليل إن في لعبة الكل قال إن فيها كارت أحمر للاعب من نادي الزمالك، ومع ذلك محدش سأل طب ليه الفار ما استدعاش الحكم؟ هل حد سأل ممكن يكون في حدث محادثة ما بين حكم الفار وحكم الملعب وقال له أصل الرجل ما كانتش داخلة بكامل قوتها على لاعب نادي المقاولين وبالتالي ما تستحقش الكارت الأحمر وبالتالي الفار ما استدعاش حكم المباراة؟ حدش بيسأل، الناس كلها بتحاول بس تطلع أي أخطاء عشان تعمل بروباجندا، ولكن الخطأ الكارثي اللي تم امبارح محدش تناوله، محدش سأل لجنة الحكام، محدش سأل اتحاد الكورة. وأنا لومي على مخرج مباراة امبارح ومحدش يقول لي أصل دي كاميرات جديدة فطبيعي الكاميرا الجديدة يبقى فيها البروي بتاع الصوت فيطلع على الهواء، لا يا فندم، احنا فاهمين الشغلانة بتحصل ازاي وبتشتغل ازاي. الكاميرا أكيد بيبقى فيها مايك، والمايك بتاع الكاميرا ده البروي بتاع الصوت اللي هو الحاجات التأثيرات الجانبية اللي حوالين الكاميرا. الصوت ده عشان يطلع لازم المخرج اللي موجود في عربية الإذاعة الخارجية فيد الصوت اللي طالع من الكاميرا ده، لازم المخرج يشغله ويطلعه عنده من العربية، لأن الكاميرا لو البروي بتاعها مكتوم من عربية الإذاعة الخارجية ومش شغال الصوت ده مش هيطلع لحضرتك على الهواء. فالمخرج ساهم إن الصوت طلع بالشكل ده، وساهم إن الأمور تحصل تكون جدلية بالشكل ده. وأنا عندي مشكلة مع المخرجين المباريات في الدوري المصري أو حتى في مصر. ليه؟ نفس الخطأ اللي حصل امبارح ده، مش هشبهه بنفس التشبيه، ولكن المخرجين للأسف مش عارفين ان هو بيخرج مباراة ليها رولز معينة. هو مش بيخرج ماتش في دورة رمضانية ولا نهائي مركز شباب، انت بتخرج مباراة في الدوري المصري، دوري رابطة الأندية المحترفة، ليها رولز معين، في راننج اوردر حضرتك كمخرج بتشتغل عليه، لازم لما تعرض حاجة بيبقى طبقا للبروتوكول طبقا للقانون. بمعنى ايه؟ مثلا لعبات جدلية الفار بيناقشها، بعد الفار ما ناقش وعرض ما ينفعش حضرتك تجيب لعبة أو لقطة الفار ما طلعهاش على الشاشة، لأنك كده أنت بتعمل إثارة جدلية في لعبات، وده حصل قبل كده في مباراة الأهلي والرجاء المغربي. المخرج اجتهد وحب يعني مش عارف أقول إزاي والله الفكرة في حد ذاتها، لأن هو اشتغل من دماغه، يعني قدر كان بس بحاول أختار الكلام، اشتغل من دماغه، حاول بس يجتهد كده وعمل حاجة بعيدة عن القانون وبعيدة عن الرولز المتعلقة بتصوير وإخراج المباريات. وبعد الفار مع عرض اللقطات راح جاب لعبة هو أو جاب لقطة من عنده الفار ما كانش اشتغل عليها، لأن مثلا الفار كان شاكك فيها مش متأكد منها، لكن المخرج عشان يعمل ترند ويبقى هو البرواز خد لقطة زي دي وطلعها. اللي حصل امبارح ده هي نفس الفكرة، مخرج عايز يتشهر، مخرج عايز يعمل لقطة، خالف بروتوكول الفار، عارف إن في رولز معينة بيشتغل من خلالها، ما عملش كل ده، خد الفيد بتاع الصوت وطلعه على الهواء. ده كان نايس كمان ياخد الفيد بتاع الإذاعة الخارجية بتاعت غرفة الفار ويطلعها على الهواء، وتبقى ايه مسرحية وفرح على الهواء. اللي بيحصل ده اسمه هزار، مفيش حاجة اسمها كده، والناس المفروض تفهم الجمهور الكلام ده خبراء التحكيم، ولكن خبراء التحكيم امبارح بيتكلموا كرة عدت الخط، لا مش في الخط، ضربة جزاء مش لمسة يد، رغم ان امين عمر مع محمد عادل كانوا بيتكلموا في القانون بشكل كويس جدا ما عدا الجزئية الأخيرة، ومحدش سمع عادل عشان يعرف امين بيتكلم في ايه برضه، يعني الناس كانت لازم تسمع عادل قال ايه عشان تعرف امين كان بيتكلم في ايه. الحاجة الأخيرة ودي آخر حاجة كنت أتخيلها، إن يطلع خبير تحكيمي النهاردة في المواقع يقول لك إيه هدف المقاولين غير سليم. ليه؟ قال لك أصل الكورة مش ضربة ركنية، دون ذكر اسمه هو يبقى عارف نفسه والناس عارفاه. يا كابتن ارجع اتفرج على اللعبة تاني، لأن الكورة خبطت في رجل عبد الغني وطلعت ضربة ركنية. فكل واحد يا ريت بس يخليه في شغلته ومحدش يحاول يجتهد ويخش في تفاصيل يعني مش فاهم في كواليسها وتفاصيلها. وكان مهم جدا اتكلم على الجزئيات دي، لان انا من امبارح لغايه النهارده مش شايف واحد بيتكلم على الخطا الكارثي في استعراض لعبه دون معرفه الحكام واللجنه والاتحاد ان عرض الصوت بتاع الحكم هيتم عرضه للجماهير في الاذاعه الخارجيه والبث المباشر في القناه الناقله لمباراه الدوري العام. اتمنى ما يتكررش الموضوع ده تاني. طيب الأهلي أكيد الفترة الجاية عنده استحقاقات كتيرة، وكان بيلعب الفترة الأخيرة مباراة في دوري أبطال إفريقيا مع سان جورج بعد مباراة المصري وبعد مباراة اتحاد العاصمة.
النهارده معانا في الترند اونلاين عبر السكايب الناقد الرياضي الاستاذ سعيد علي عشان نتكلم معاه في امور تتعلق بالنادي الاهلي ومشاركاته في الفتره اللي جايه. محضر معانا شويه حاجات وهنساله عن بعض النقاط. استاذ سعيد مساء الخير، برحب بك في البدايه. مساء النور عليك محمد، اهلا بيك، تحياتي لحضرتك ولكل متابعي الترند. طيب في البدايه عايز اسالك عن صفقات الاهلي الجديده، عندنا انطوني مودست وعندنا امام عاشور ورضا سليم، ثلاث لعيبه انضموا للاهلي. يعني لعب مودست ماتش المصري، رضا سليم وامام عاشور لعبوا في اتحاد العاصمه ولعبوا باقي المباريات، فمن خلال مجموعه المباريات الصغيره لسه في بدايه الدوري، مدى استفاده كولر بيهم من دلوقتي؟ انا عارف السؤال ده المفروض يتسال على المدى البعيد، ولكن بنتكلم على المرحله الانتقاليه الاولى من وجهه نظرك. صحيح، احنا ممكن نتكلم ونقيم الانطلاقه لان مهمه قوي الانطلاقه، بتكون مؤشر على بعض الاشياء ممكن تلاحظها وتستلخصها بشكل مبكر. فلو اتكلمنا على امام عاشور بالتحديد نقدر نقول ان عنوان عريض لبدايه امام عاشور انه عمل حاله دخول مبكر وقويه جدا بشكل ربما فيه انفجار تماما. شفنا قد ايه لاعب قدر يظهر بشكل مؤثر جدا جدا في اداء الفريق، وقدر يكون له اثر وفعاليه كبيره جدا، لان امام عاشور كان محاط بضغوط جماهيريه واعلاميه غير عاديه تخليك تجد او تتوقع صعوبات في البدايه، لكن من الواضح جدا ان امام تم تاهيله من خلال الجهاز الفني او الجهاز الاداري او حتى محيطه العائلي واسرته بشكل مثالي، خلاه بيلعب وكانه متواجد في النادي الاهلي من سنوات طويله، بيلعب باريحيه اكثر من الجميع، ثقه في نفسه غير عاديه، فبالتالي ظهور قوي جدا خلى قطاع كبير من الجمهور اللي كان متشكك او عنده بعض الشك ان الصفقه مع الضجيجه الجماهيريه اللي حصلت عليها مش هتؤتي الثمره المنتظر منها، لا، حصل اتفاق مبكر جدا على اننا واحده من اهم الصفقات الالفيه الجديده مش بس السنوات الاخيره. فبالتالي اتوقع ان امام عاشور يواصل هذا التالق ويواصل تقديم اداء كبير مع النادي الاهلي. كمان هيحدث التحول المنتظر لمارس الكوره، يمكن مارس الكوره تميز الموسم الماضي بانه صاحب منظومه تكتيكيه وخططيه قويه جدا، لكن انك تمتلك الفرد صاحب الجوده العاليه، صاحب الجوده الاستثنائيه، ده ما كانش موجود بشكل كبير. اعتقد ان امام عاشور سيضفي هذه الميزه للنادي الاهلي وسيعطي كولر حلول فرديه كان يفتقدها ظهرت في اخر مباراتين. بالنسبه لرضا سليم، زي ما خدت عنوان لامام عاشور انه دخول مبكر، اقدر اوصف حاله رضا سليم بانها دخول جريء، دخول جريء جدا للاعب شاب في بداية مشواره، بينتقل من دوري إلى دوري آخر، بينتقل إلى فريق هو الأكثر جماهيرية، الأكثر شعبية، المحاط بالضغوط الكبيرة. البداية دائما تكون هنا في النادي الأهلي صعبة على أي اسم، لكن رضا سليم من بدري قوي قال إنه شخصية جريئة، قال إنه شخصية قوية، قادر إنه يكون في منظومة بهذه القوة، منظومة بهذا الحجم الكبير. فأعتقد إنه من اللحظة الأولى وحتى في مباراة صعبة جدا ومباراة معقدة للنادي الأهلي، المنظومة ما كانتش حاضرة بشكل قوي أمام الاتحاد العاصمة، لكن الجميع أثنى على ما قدمه رضا سليم. ثم أمام المصري التكتل الدفاع القوي للنادي المصري على مدار 40 دقيقة كان الحل حاضر أيضا من حل فردي لرضا سليم، وده المنتظر منه، وده اللي دفع مارسيل كولر انه يفضله على اسماء ثانيه كانت اهم واكبر وكانت متاحه لنادي الاهلي، لكنه فضله ليقول من بدري قوي قوي انه فعليا صفقه تستحق هذا التقدير وتستحق أكيد هذا الثناء من الجهاز الفني. طيب سؤال ثاني متعلق بمباريات الدوري، احنا لسه في الاسبوع الثاني، تتوقع الموسم السنه ده هيكون موسم ساخن، مباريات قويه ومثيره، ولا شايف مستوى الفني لسه مش في البدايه بشكل كويس؟ يعني خلينا نقول ان النادي الاهلي او بالتحديد اداره الاهلي وجهازها الفني بتخطيطهم لهذا الموسم صعب المهمه جدا على كل الانديه، لان بهذه الصفقات وهذه التدعيمات مش بس النادي الاهلي هيفوق داخل الملعب او التشكيله الاساسيه، لكن هنكون امام دكه اشرس واكثر قوه، هنكون امام قائمه موسعه ايضا اكثر قوه. النهارده احنا بنشوف
احمد عبد القادر دخوله في دقائق قليله، ازاي بيقدر يسيب انطباع جيد جدا، ازاي بيسيب اثر ايجابي عكس فترات سابقه. فبالتالي اقدر اقول ان النادي الاهلي صعب مهمه الاخرين بشكل كبير جدا. صحيح في انديه دعمت بشكل كويس، لكن ما زالت الفجوه ما بين الاهلي، والفجوه هنا لا اقصد بها فجوه فنيه متعلقه بالافراد فقط او حتى متعلقه بالتنظيم الخططي، ولكن ايضا متعلقه بالتنظيم الاداري والحاله المستقره دائما. اعتقد ان المهمه ستكون صعبه، اعتقد ان النادي الاهلي قادر على انه يكرر ما جرى في الموسم الماضي، وانه يحصد او يتوج ببطوله الدوري في وقت مبكر، ويكون اهتمامه منصب في اتجاهات اخرى زي دوري ابطال افريقيا، خاصه ان النادي الاهلي سيتعرض لحاله من الاجهاد والضغوط بعد الدوري الافريقي وكاس العالم في الانديه. فاعتقد ان الاعداد هذا الصيف كان ذات نظره بعيده المدى، وكان في تخطيط لحاله الضغط المباريات اللي هتحصل. فبالتالي ده اللي هيساعد النادي الاهلي جدا في الخواتيم. اعتقد نادي بيراميدز سيكون المنافس الاهم للنادي الاهلي، لكن مش متوقع له انه يقدم افضل من الموسم الماضي. افضل نقطه قد يصل لها انه يكون في المرتبه الثانيه خلف النادي الاهلي وبفارق من النقاط. ربما تكون المنافسه في الدوري الموسم في الدوري المصري هذا الموسم منحصره على المقاعد الافريقيه المؤديه الى البطولات القاريه، سواء دوري الابطال المقعد الثاني هيكون في صراع ما بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز، وربما يدخل معاه حد ثالث. ايضا الكونفدراليه سيكون عليها صراع، لكن الموسم مش هيختلف كتير عن الموسم الماضي، ستكون ملامحه باديه وواضحه جدا من الانطلاقه ومن الربع الاول من الموسم باذن الله. استاذ سعيد علي الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة عبر تريند أونلاين وعبر السكايب. اتكلمنا في تفاصيل متعلقة بالأهلي خلال الفترة الأخيرة والدوري بشكل عام، وإحنا لسه في الأسبوع الثاني، واستئناف مباراة الأسبوع الثاني كانت امبارح والنهاردة، وبالتأكيد لسه المشوار طويل والموسم طويل جدا. قبل ما أطلع لفاصل وهتكلم على نمرة اتعملت من كام يوم وأنا وصفتها إن هي نمرة، النهاردة اللي عمل النمرة طلع يعتذر عن النمرة اللي هو عملها. أنا قلت لكم وقتها والله ما يستحقش أكتر من نص دقيقة أو دقيقة، ولكن النمر اللي بيعملها هو بيعملها عشان نطلع نتكلم عليه، فمحدش بعد كده يتكلم عليه، اعتبروه هوا مش شايفينه، مهما قال محدش شايفه، محدش حاسس بيه، محدش يهتم باللي بيقوله، لأن هو شغله كله مبني على النمر. وأنا قلت قبل كده النمرة هي إيه؟ إنك تروح فرح أو تحضر مناسبة بتلاقي فيه نمر معمول على المسرح. هو بيعرف يعمل النمر اللي بتتعمل على المسرح، ولما يلاقي النمرة كبرت وخدت حجم كبير وممكن تعمل له مشكلة يطلع يعتذر، أو يطلع يقول لك الأكاونت اتهكر، أو يطلع يقول لك أصل أنا ده ما كنتش مش عارف إيه. النمرة المرة دي كانت صوت وصورة، فلما حس إن الموضوع كبير فقال لك أنا بعتذر. اعتذارك أو عدم اعتذارك بالنسبة لنا أساسا ما يفرقش في حاجة، لأن أنت بالنسبة لنا هوا مش شايفينك. أطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند. أهلا بحضراتكم من جديد، وقبل ما أدخل في ترند الأهلي يمكن في خبر مهم جدا نشر الآن على الموقع الرسمي للنادي الأهلي، وفيما معناه أن الأهلي استقبل وزير الرياضة التنزاني لبحث سبل التعاون بين الجانبين. قدامكم على الشاشة صورة طبعا معالي الوزير السابق الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وفي استقبال يعني وفد رفيع المستوى من دولة تنزانيا برئاسة الدكتور داماس نودومبورو وزير الرياضة والثقافة، وكانت برفقته نيمبا سيزا رئيس المجلس القومي للرياضة، إلى جانب وفد رفيع المستوى من وزارة الرياضة والسفارة التنزانية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون والاستثمار بين الأهلي والجانب التنزاني في المستقبل القريب. سيادة الوزير العمري فاروق اصطحب وزير الرياضة والوفد التنزاني المرافق له في جولة داخل الأهلي في حضور خالد مرسي مدير مقر النادي بالجزيرة، ووفد من الإدارة التنفيذية بالنادي تفقد خلالها دولاب البطولات والمبنى الإداري وملاعب الاسكواش ومجمع حمامات السباحة وصالة الأمير عبد الله الفيصل وملعب التتش والنصب التذكاري. يمكن دكتور داماس وزير الرياضة اتكلم عن أوجه التعاون وأفاق الاستثمار بين الأهلي وقطاع الرياضة في تنزانيا، خاصة كمان إن في مباراة مقبلة ما بين النادي الأهلي وفريق سيمبا التنزاني في افتتاح مباريات السوبر ليج مباريات الدوري الإفريقي. ووزير الرياضة التنزاني وجه الدعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي لحضور هذه المباراة. وفي ختام الزيارة معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وجه الشكر إلى وزير الرياضة التنزاني ونقل له أيضا تحيات
وتمنيات الكابتن محمود الخطيب للوفد التنزاني بإقامة جيدة في القاهرة، والتوفيق لدولة تنزانيا في أمور الرياضة والاستثمار خلال الفترة اللي جاية. ده خبر مهم جدا كان لازم أبدأ به فقرة آخر أخبار الترند، لكن نروح بسرعة والبداية مع ترند الأهلي. أول حاجة في ترند الأهلي، المصر الرياضي النهاردة بيتكلموا على تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج، تغييرات منتظرة من كولر. دي الجزء اللي كنت بتكلم عليه في بداية البرنامج. النهاردة بنتكلم الثلاث، الماتش الجمعة لسه النهاردة راحة سلبية، بكرة استئناف في التدريبات، ولكن الناس بتتكلم من دلوقتي مين هيلعب مكان مين. شوبير مكان الشناوي، كريم الدبيس مكان معلول، كوكا مكان إمام، أفشة مكان مروان، طاهر مكان حسين الشحات، رضا سليم ممكن يتم الدفع من البداية. كل دي توقعات لعدد من المواقع قبل ميعاد المباراة. كمان يوم السابع اتكلم على نفس الموضوع وقالوا ان كولر يبدأ سياسة التدوير في الأهلي من مباراة سان جورج، خاصة ان لقاء الذهاب محسوم بنسبة كبيرة. طيب نشوف كمان حساب كرة بلس وبيتكلموا على موقف السلية ومحمود متولي من مباراة الأهلي وسان جورج في دور الأبطال. مصدر قال لكرة بلس هناك صعوبة في لحاق السلية ومتولي بسبب الإصابة، تم وضع برنامج تأهيلي للثنائي لعودتهما إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن. وامبارح إحنا شفنا السلية وكريم نيدفيد كانوا بيعملوا تدريبات تأهيلية حول الملعب، وزميلنا فاروق صلاح امبارح قال لي غالبا بعد مباراة إنبي ممكن يكونوا متاحين للمشاركة في المباريات المقبلة. طيب في الجول النهاردة بيتكلم على إصابة جديدة للاعب تعرض امبارح لإصابة في التراي ماتش اللي اتعمل ما بين اللعيبة اللي ما شاركتش في مباراة سان جورج مع عدد من اللاعبين المطعمين من قطاع الناشئين. اختبار طبي لصلاح محسن لتحديد موقفه من مباراة العودة ضد سان جورج لأنه تعرض لآلام في العضلة الضم. هيبان خلال ال 24 ساعة اللي جاية موقف صلاح محسن. كرة 11 قالت رغم التعاقدات الأخيرة ولكن أزمة خط الهجوم تتجدد مرة أخرى بعد إصابة الوافد مؤخرا. يعني إصابة الوافد مؤخرا لتدعيم المركز المحبب لمارسيل كولر. بيتكلموا على إن أبرز الوافدين للأهلي كان صلاح محسن تعرض لإصابة، فهل إصابته هتعمل أزمة في خط هجوم الأهلي؟ ما أعتقدش، يعني إن المباراة كمان مش هقول تحصيل حاصل ولكن أمر منتهي، والفكرة بس إن صلاح يلحق الماتشات اللي بعد كده، لأن أنت ساعتها عندك كهربا ما بيلعبش في الدوري، فما فيش غير صلاح محسن مع أنتوني مودست. طب حساب الوطن سبورت بيقولوا إن في تحرك عاجل من كولر بسبب أزمة إنهاء الفرص في الأهلي، وده الكلام اللي بيتجدد بشكل يومي، ان التحرك العاجل من كولر بياتي في فكره ان دايما مساعد المدرب برينجر بيشتغل على زياده جرعات تدريبيه لعدد من اللاعبين عشان تحسين الاداء الهجومي نتيجه ضياع بعض الفرص لبعض اللاعبين في الفتره الاخيره. طيب اليوم السابع الاهلي يجهز مودست لمواجهه الاسماعيلي في الدوري، برضو خبر مش جديد، امبارح كنا اتكلمنا على ان مودست مش متاح للمشاركه مع الاهلي في الفترة من 24/9 لغاية يوم 4 أكتوبر. الفترة دي كلها مودست مش هيشارك لأنه غير مقيد في قائمة الفريق اللي بتلعب الدور التمهيدي الثاني، ولكن لما يستأنف المباريات المحلية سواء ماتش الكاس أو ماتش الإسماعيلي هيكون مودست جاهز في الفترة دي في برنامج بدني. فالكلام على أن الأهلي بيجهز مودست لماتش الإسماعيلي في الدوري، مش الكلام كمان على ماتش إنبي في كأس مصر. نروح للترند المحلي، والنهاردة صحينا كلنا على خبر حزين، وفاة المستشار عادل الشرباجي النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى وكان رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة. اتحاد الكرة نزل نعي وكتب عليه ببالغ الحزن والأسى ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذ وجميع العاملين المستشار عادل الشرباجي النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الاستئناف، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب نشوف كمان معنا في الترند المحلي حساب بطولات بيتكلموا على أن فيتوريا يجتمع مع ميكالي لتنسيق قائمة منتخب مصر في معسكر أكتوبر، عشان المنتخب الأولمبي بالتأكيد عنده معسكر فلازم يحصل تنسيق ما بين المنتخب الأولمبي مع المنتخب الأول، لأن المنتخب الأول أيضا عنده معسكر. ومعايا هو في حساب اليوم السابع بيقول إن منتخب مصر هيبدأ معسكر يوم 9، ولكن صلاح هينضم لمنتخب مصر يوم 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لودياتي زامبيا والجزائر. المنتخب هيبدأ يوم 9، هيسافر يوم 9 ويروح على إمارة أبوظبي المعسكر في مدينة العين، وهتلعب مباراتين على استاد هزاع
ماتش مع زامبيا يوم 12 والماتش الثاني مع الجزائر يوم 16، فبالتالي صلاح هيكون موجود على طول في الامارات يوم 10 اكتوبر. طب نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، وسؤال متعلق مع طرح تذاكر كاس العالم، ايه المركز او الامنيه اللي بتتمناها للاهلي في هذه البطوله؟ نوره بتقول الفوز بكاس العالم للانديه ان شاء الله. انا متوقع من قبل ما ادخل في التفاصيل هتلاقي الناس كلها بتتكلم يا الفوز بالبطوله يا الوصول للنهائي، لان المركز الثالث اتحقق كذا مره فمش هيبقى حاجه جديده. استاذ ياسر بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لحضرتك، انا اتمنى الوصول للنهائي حتى نغير لون الميداليه، يا رب تكون ذهب، احنا الاهلي زعيم وسيد القوم في افريقيا. ده توقعات ياسر، الوصول النهائي. نوره قالت نكسب الكاس. طب هبه بتقول نتمنى ان شاء الله حصول الاهلي على كاس العالم او على الاقل ميداليه المركز الثاني، طموحاتنا كبيره ان شاء الله مع الاهلي وثقه في مارسيل كولر. استاذ محمد بيقول مساء الخير، اتمنى ان يحصل الاهلي على احدى المركزين الاول او الثاني هذه المره ان شاء الله في كاس العالم الانديه، نتمنى ان يحالفه التوفيق هذه النسخه ويلعب النهائي ان شاء الله، تحياتي لحضرتك. شكرا لك يا استاذ محمد. استاذ عمرو بيقول باذن الله وبامره انتظر الوصول للنهائي واتمنى من الله المركز الاول وتحقيق الميداليه الذهبيه والحصول على كاس العالم للانديه ونكون قفلنا جميع المسابقات الرسميه الدوليه ويبقى انجاز عالمي جدي. انا قلت لحضراتكم الناس كلها هتتكلم على الوصول للنهائي، يعني توصل نهائي يا تكسب اللقب والكاس باذن الله، يا اما لا قدر الله تاخد وصيف وتبقى معاك ميداليه فضيه، ميداليه جديده في بطولة كأس العالم للأندية. هذه هي النسخة الأخيرة بالنظام الحالي وابتداء من 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية 32 نادي أبرزهم النادي الأهلي اللي تأكد مشاركته بشكل رسمي في المشاركة العاشرة في كأس العالم للأندية. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد عبر برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.